الفن عنوان. حديث الروح برنامج فني ثقافي يهتم بأثر المبدع والفنان في كل مكان وزمان. حديث الروح برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ سفيان العماري، يوم الجمعة من 8 إلى 10 على الحياة فام. حديث الروح. أهلا وسهلا بكل متابعينا على إذاعة الحياة، زهرة الحياة، أول إذاعة في الجمهورية التونسية التي تعنى بالصحة. صحتكم أمانة بين أيدينا. الصحة ليست بمجرد أن الإنسان يكون معناها مش مريض، يعني الصحة الجسدية هي جانب كبير ومهم من صحة الإنسان، إلا أنه لا ننسى أيضا الصحة النفسية، التوازن النفسي. الإنسان لابد أن يكون على قدر من هذا التوازن لكي يجد نفسه متوازنا ويجد الحياة قدامه يعني وردية، ويجد التفاؤل والأمل الذي يعيش عليه. وبالتالي لابد من توازن بين صحتنا الجسدية وصحتنا النفسية. ولعل من أهم روافد هذه الصحة الوجدانية إن شئنا أن نقول هي الجانب الموسيقي، الجانب الفني، اللي الإنسان بصراحة يعني لما يستمع إلى الموسيقى ويترنم على أنغامها يجد راحة، يجد في نفسه يعني نوع من الارتياح بعد عناء هذه يعني الحياة المتعبة والمفعمة بالمشاغل من كل مكان. ونحن رأينا أن نعتني بهذا الجانب في برنامجكم حديث الروح. حديث الروح هو برنامج يعتني بكل ما يهتم يعني توازن الروح، إلى جانب كيما الإنسان يعتني بجسده ويعتني بنظافة جسده وبتوازن الجسد ويعتني يعني الصحة الجسدية، لابد له أيضا من عناية كبيرة بالروح. الروح الإنسان يعني يجدها من كثير من الجوانب، في علاقته بربه، في علاقته بزملائه، في علاقته بعائلته، بمجتمعه، وبالطبع لا نهمل أيضا الجانب الفني. إذن نحن تعودنا أن نستقبل دائما ضيوفنا في الأستوديو، واستقبلنا الكثير من أبناء القيروان المبدعين، وإن شاء الله سنواصل على هذا الدأب. دأبنا أننا نشجع أبناء القيروان في إذاعة القيروان للصحة، إذاعة الحياة التي على موجاتها أخذنا يعني على عاتقنا أننا نبرز أبناء الجهة، أبناء القيروان وأبناء تونس الكل، وخاصة في يعني إشعاعهم على المستوى الوطني ولربما المستوى أيضا حتى العربي والعالمي، كما هو الشأن بالنسبة للضيوف الذين استضفناهم إما بالحضور أو بالمهاتفة. إذن اليوم إن شاء الله سنتكلم يعني عن نوع من الموسيقى الآلية إن شئنا أن نقول، أو الآلاتية نسبة إلى الآلة الموسيقية، نسبة إلى الآلة الساحرة، الآلة الجميلة الرقيقة، آلة الكمان أو الكمنجة التي تسحر الألباب وتأخذ العقول إلى آفاق واعدة، إلى آفاق شاسعة، وأصبحت يعني تستقطب الكثير من أبنائنا إما في معاهد الموسيقى أو حتى في المعاهد والمدارس والإعداديات العمومية. فإننا نجد الكثير من الأساتذة جزاهم الله خيرا أنهم يقومون بتعليم هذه الآلة رغبة منهم ومن أبنائهم التلاميذ في تعلمها وفي الترويح على النفس باستعمال هذه الآلة الصديقة والقريبة إلى قلب الإنسان. فهي عندما نعزف على آلة الكمانجة نضعها على الجهة اليسرى وعلى قلب الإنسان بالضبط العازف، تكون الكمانجة قريبة جدا من قلبه فيحكي لها ويبادلها الأحاسيس وتبادله الأحاسيس، يشتكي إليها وتشتكي إليه، يحكي إليها، يبوح لها بأسراره وتبوح له بأسرارها، فينتج الفنان لنا عملا
جميلا، عملا متكاملا، عملا يعني رائعا وإبداعا رقيقا في كل الأحوال. لكن الكمان يا أخي عنده يعني أساتذة كبار في العالم العربي وفي العالم بصفة عام. ومن أهم هؤلاء الأسماء اللامعة في سماء الموسيقى والذين أبدعوا في العزف بصفة عامة والذين يعني اهتموا بآلة الكمانجة بصفة خاصة، لابد أن نذكر الكثير، لكن المجال قد لا يسمح لذكر كل المتميزين في هذا الشأن. لكن مستحيل الإنسان يحكي على آلة الكمانجة في العالم العربي ولا يذكر الفنان أحمد الحفناوي الذي رافق أم كلثوم في سنوات عديدة، وكان يعني علامة مميزة وفارقة في تاريخ الكمانجة العربية. ولا ننسى العفريت البارع الأخطبوط إن شاءنا نقول أنور منسي أيضا الذي عاصر أحمد الحفناوي وعزف مع كبار العازفين ووراء كبار المطربين كالموسيقار محمد عبد الوهاب وست أم كلثوم وكبار الفنانين العرب. في مصر الكثير من هؤلاء الذين دغدغوا بأناملهم أحاسيسنا، لا ننسى الفنان عبد داغر، لا ننسى الموسيقار والملحن عطية شرارة، لا ننسى أيضا كل العازفين مثل عبود عبد العال. عبود عبد العال علامة فارقة في تاريخ الكمانجة، وربما هو من أكبر العازفين الذين لعبوا دور العازف النجم. هو قام بالعزف المنفرد وأدى فقرات كثيرة على ركح المسارح، على ركح أكبر المسارح، وكان بمثابة المطرب المشهور، فيصفق له الجمهور وينتظر مداخلاته الموسيقية، وهو لبناني الأصل واشتغل كثيرا في أمريكا وفي إنجلترا وفي الدول العربية. وكيف بش نحكي أيضا عن العالم العربي، لابد لنا أن نتوقف عند العلامات الفارقة في تاريخ الكمانجة التونسية. من منا لا يعرف رضا القلعي؟ عندما نقول كمانجة نقول رضا القلعي، العازف الذي خط اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الأغنية، وفي تاريخ الأغنية من حيث الألحان التي قام بتلحينها لكثير من المطربين، ومن حيث أيضا العزف المنفرد الذي كان يتميز به في الحفلات العامة والخاصة، فكان المستمع التونسي ينتظر معزوف الجربة ومعزوف الجرجيس هز جوابي الجربة ومعزوف الجرجيس وكثير من المعزوفات الأخرى التي قد لا يتعرف عليها المواطن العادي، لكن الموسيقي والفنان والباحث يعرف الكثير من الألحان والمعزوفات التي اشتهر بها رضا القلعي. رضا القلعي، بشير السالمي، هؤلاء يعني من طينة الكبار، والكثير أيضا لا ننسى يعني أيضا الأساتذة الكبار الذين خطوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ الكمان العربي سواء في تونس أو في خارج تونس. لكن اليوم سنحكي ونتحدث على ابن القيروان. ابن القيروان كما تحدثنا توا على البشير السالمي اللي هو أخذ المشعل على الكثير من المبدعين التوانسة مثل قدور الصرارفي، مثل ناصر زغندة، المرحوم ناصر زغندة، المرحوم قدور الصرارفي، المرحوم الهادي، المرحوم محمد التريكي. لكن في القيروان بعدين يعني شهدنا ولادة عازف كبير من طينة الكبار، عازف يعني أوقف التاريخ عند اسم كبير مثل اسم ضيفنا اليوم الذي نفتخر به ونعتز بأنه ابن القيروان. لكن حبينا نستضيفه في الاستوديو وبرمجنا باش نستضيفه معنا ويكون ضيفنا، لكن الأيام تسارعت
والالتزامات لديه أخذت يعني نسقا متسارعا بحلول المهرجانات وكذا، فتحول مؤخرا إلى أمريكا حيث يقوم بتنشيط بعض الورشات التي يشرف عليها في نطاق تعليم الأغنية التونسية والأغنية العربية الكلاسيكية. هو يلقب بسامي شوى لأن المرحوم سامي شوى كان له أسلوب كبير وأسلوب مميز في الأداء الموسيقي، فكان يلقب بسامي شوى تونس لأنه كان أقرب الناس أو أقرب العازفين في أداء أسلوب عازف الكمانجة السوري المشهور جدا والذي يعني يعتبر مدرسة متفردة، الأستاذ المرحوم سامي شوى. فاسترعى انتباه الملاحظين، وسنحكي لكم بعدين على رحلته، نتحدث حول رحلة هذا الفنان إلى لبنان وإلى سوريا وإلى الكثير من الأماكن الذين استضافوه لما استمعوا إلى أنامله. وبالطبع بما أن في عصر يعني الانترنت وفي عصر يعني الوسائل الاتصال الحديث أصبح يعني يتعرف على الكثير من المهتمين، وأصبح أيضا الكثير من المهتمين يتعرفون عليه من خلال تسجيلاته التي يعني ملأت يعني وسائل الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي. إلى حد الآن ما قلت كمش شكونه سيدي هذايا، ابن القيروان المعروف في سوريا في لبنان في مصر، ذهب إلى صالون المرارة استضافوه في مصر، علقت عليه الصحف والجرائد والمواقع الإلكترونية. أكيد المهتمين بشأن الموسيقي يعرفوه، وعرفوه من خلال يعني أوصافي أو توصيفي لمسيرته اللي ما زلنا بديناش نحكي فيها. إنه الفنان رياض عبد الله. رياض عبد الله يعني اسم منشي أنا مش نحكي عليه، بل هي الأنامل، بل هي الدوسات، بل هي تلك الروح التي تميز بأدائها هي اللي مش تحكي عليه، وهي يعني اللي خلاته يعني يتفرد ويتميز بأسلوب جميل يعتمد على الحنية وعلى الرقة، ولا يبالغ في الحركات ولا يبالغ يعني في البراعة في العزف وفي الكثير من الأمور التقنية، بل يعتمد على نوع من العزف يعني الذي يعتمد على النوع الشرقي والنوع التونسي الأصيل أو الموسيقى التقليدية في كل البلدين يعني على مستوى العالم العربي، فيعزف الشرقي الأصيل ويعزف التونسي الأصيل، بالإضافة إلى يعني تمكنه من الآلة وتمكنه من أبجديات ومن أسرار هذه الآلة. إذن سنسهر الليلة ونتكلم إن شاء الله ونحكي على بدايات الفنان رياض عبد الله، على أهم مراحل الفنان رياض عبد الله، وعلى يعني ما شاء الله الأشياء اللي جعلت منه يعني عازف متفرد متميز أشع بنور عزفه على الكثير من الأوطان وعلى كثير من بلدان العالم. نترككم الآن أحبائي المستمعين في الاستماع إلى هذه المعزوفة من ألحان فنان رياض عبد الله، ثم لنا عودة، فابقوا معنا. حديث الروح، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ سفيان العماري، يوم الجمعة من 8 إلى 10 على الحياة فام. رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، وأنتم في الاستماع إلى برنامجكم حديث الروح اللي يتواصل إن شاء الله يكون نال إعجابكم. إذن موضوع حصتنا اليوم الفنان الموسيقار كما نحب نسميه الأستاذ رياض عبد الله. الأستاذ رياض عبد الله نحبوا نتعرفوا عليه أكثر، نحبوا نبرزوا مسيرته من خلال أصدقائه من خلال المهتمين. ورياض هو معشوق الجماهير، يحبوه يحبوا يسموه يحبوا يحسموا عزفوا الكثير يعني الحلو، ولكن حتى الأكاديميين والعازفين الكبار في تونس يعرفوا قيمته. وكان في لقاء لنا مع الفنان بشير السالمي في هذا المكان كان يعني قام بيعني بصراحة شكر كبير للفنان رياض عبد الله، وبدون إطراء ولا رمي ورود حكى عليه يعني بقيمة كبيرة ومدحه مدحا مباشرا من حسن أخلاقه طبعا، لكن الأستاذ رياض عبد الله يعني أيضا قيمة ثابتة. وللحديث في هذا الموضوع نستضيف أيضا معنا الليلة فنان كبير عازف كبير من عازفين تونس ما شاء الله عليه،
وأيضا هو أمين مال أو ما نقوله يعني كلنا نعرفه المؤتمر اللي صار أمس الذي هو يهم نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة. كان مشرف عليه إلى جانب الأستاذ ماهر الهمامي، كان موجود أيضا وكان العمل متاعه واضح بشكل كبير، الفنان وليد السوسي. أهلا وسهلا خونا وليد. مرحبا. مرحبا أخوي سفيان، ربي فضلك. مرحبا التقديم الهائل هذا. العفو، أنت فنان كبير وأنت عازف كبير وكلنا نعرفه شيء هذا. الله يبارك فيك. حبينا ناخذ رأيك وتحكي لنا شوي على صديقك رياض عبدالله. والله رياض عبدالله مش هو صديقي ورأي مثلا شو أقول لك، ما نجمش نقيم السيد ولا نحكي في رأي. برك الله هو قامة كبيرة من قامات معناتها من العاشقين الكبار اللي موجودين في الساحه التونسيه، الساحه الفنيه، وعازف معناتها عنده اسلوب خاص. نعم اللي هو صحيح. معناتها الاسلوب هذا اللي معناتها يكاد يكون مفقود معناتها في العالم العربي كل مثلا، ولا حاجه نادره. حاجه نادره نادره جدا بالضبط، كما اللي يسمع في الموبل القديم مثلا، النقشة القديمة وكشي ما تلقاش كون يعملك نقشة القديمة تو كل ترافاي نشان، حتى العاشقين نتاع توا كانوا عاملين ترافاي نشان. ايوا برابور كما يقول العاشق الكبير عبد الباسط السهل. ايوا يقول عبارة على سردوك عربي معناتها، وبالضبط رياض عبد الله هو سردوك عربي. أيوة. هو حاجة بالنسبة لي أنا حاجة عظيمة، مشكور. ما شاء الله بصراحة. بطبيعته معناتها السيد معناتها عزف بجنب عازفين كبار في تونس، مثل رضا القلعي، مثل مصر العيب، مثل نصر غندة، مثل عمار. ما ينجمش عازفين كمرجع معناتها كبار، ما ينجمش يكون الا عزف كبير وعزف خشين معناتها. تبارك الله عليه في رياض، وانا نستمتع كل ما نقعد بحداه يعزف قدامي، نستمتع معناتها بالتبدي. صحيح، وهذه يعني شهادة نعتز بها أستاذ وليد بصراحة. يعني نحن كلنا حابين نسمع رأيك فيه، وأكيد هو تعرف صديقك تو هو في أمريكا قاعد يأسس في الكثير من الورشات هناك لأبناء الجالية المهاجرة في أمريكا. معناتها في رياض من هذه حالات اللي أنا ما بنفتخر بها كون مش الغادي ونحسن عليها في أن واحد، علاش معناتها ما نسمعوش بيه احنا ساعة قبل ما يسمعوا بيه الغير. صحيح. هو معناتها المفروض تكونوا معناتها تكملوا ورشات كبيره برشا في تونس، معناتها يحتكوا به العازفين اللي جان هذوما، يفهموا الاسلوب اللي يعزف به. معناتها سيد غني معناتها وفي مخه جمل كبيره برشا لازم نستمتعوا منها، لازم هذيك الدروس عباره عن دروس معناتها، كل ما يعمل تقسيم هذيك تحيز وتحليل التقسيم اللي يعملوا باش تفهم شو من التمشي اللي خذاه، درجات الارتكاز، كيفاش نقل من المقام الى مقام، ما في التبوع التونسيه والا في المقامات الشرقيه. يعني يا رياض عبد الله حاجه كبيره برشا، هذيك شو نجم نقول عليه. انا كعازف كمرجع اكاديمي صحيح معناتها ما فماش باش نقول لك معناتها، يعني الكلام على وصف الشيء اللي قاعد معناتها يعزف به، ولا الشيء اللي قاعد الاسلوب نتاع رياض عبد الله كيفاش نجمو نحلوه، كيفاش نجمو نقيموه. صحيح، وانا كنت اجتمعت مره في اجتماع كبير وفيه يعني المرحوم حمادي المكي. المرحوم حمادي المكي يعني كان من اول العازفين اللي في موجودين في جهه الساحل في المنستير، فلما عرفني انا من القيروان قال لي عندكم عازف عنده دوسات ما سمعتهاش بالكل. وقتها اول مره نسمع كلمه دوسات، يعني انا كنت اول سنه في التدريس، فقال لي الدوسات يعني اللمسات الفنيه او اللمسات نتاع الاوتار لما يجس بطريقه الفيبراتو نقولوا نحن، او الرعشه اللي يعملها على الوتر، قال لي فريده من نوعها وما فماش واحد يعملها كيفه ابدا في تونس. شنو رايك؟ يعني صحيح، مش كان في تونس، حتى في العالم العربي راهو. صحيح. رياض عبد الله عزف في صالون المناره. ايه. عارف العود معناتها فما تسجيل واضح، حتى اش قالوا الحفنيه ما ماتش، فهمتني؟ قالوا ما ماتش الحفنيه، نعم. ايه الحفنيه ما ماتش، معناتها هو امتداد الحفنيوي، امتداد لسامي شوه، امتداد لعازفين كبار معناتها الكمنجه والعازفين معناتها اللي خلاوا البصه نتاعهم في العالم العربي. ورياض عبد الله هو امتداد للشيء الضيق.
معناتها هذيك معناتها يفتخروا بها. هو اكبر دليل، اكبر دليل كونه اللي هزول امريكا ماهمش تونس هزول امريكا، مشارقه هزول امريكا. مشارقه مشارقه نعم. اي معناتها هذيا بالنسبه لينا فخر، فخر فخر وطني كبير ياسر. وانا تو معناتها في الفتره هذه قاعد نسعى باش ان شاء الله بقدره الله بعد ما يروح من امريكا ان شاء الله رب يوسف وسلم امين، باش نحاولوا باش ناخذ التسجيلات في نتصلوا بالنجمه الزهره برود اللونجي باش ننسقوا معهم، باش نجموا ناخذوا شويه تسجيلات مع القدير عبد الله يسجلوا غادي سور بلاس، باش يقعدوا تقعد هذيك في الخزينه الوطنيه ويقعدوا يستنفعوا بهم الاجيال ان شاء الله الجايه والاجيال اللي موجوده توا اللي عارفين كما جا توا. للذاكره التونسيه يعني للذاكره الفنيه. نعم صحيح. مؤخرا يعني تصديقا لكلامك اتصلت به جهه يعني في باريس، وكان يعني عندنا صديقنا هناك الفنان منذر العياري. صديقنا منذر نعرف وعمل معاه لقاءات في معهد الموسيقى، المعهد العالي للموسيقى في سوسه، هو والفنان رياض بن عمر والفنان، فحبوا يفهموا الاسلوب اللي يعزف به وسجلوا له بعض التسجيل. يعني انسان ما حل اهتمام يعني بصراحه، حتى في لبنان كان عندك اكيد عندك فكره لما استضافوه في مهرجان الفنان سامي شوى المرحوم سامي شوى. نعم، لانهم يعرفوا انه الاسلوب اللي يعزف به هو الاسلوب القديم اللي اصبح النادر بالضبط اللي صعيب. وبصراحه انت استاذ وليد خرجت كثير من الدول، وانا نفس الشيء يعني اشتغلت في الخليج، اشتغلت في مصر، معناها رحت شفت مصريين شفت خليجيين شفت، بصراحه اللمسات كما قال المرحوم حمادي المكي الدوسات نتاعو نادره جدا بصراحه. شفت كل شيء لكن ما شفتش رضا عبد الله، ما عرفش ما يتكررش ما يتليتك. هو هذاك هو هذاك امتداد للعصفين للستيل القديم نتاع العصف الكماجه. تو انت كان ناخذ انا ديما نمثلوا بعبد العزيز العروي. ايوه عندك شي حكاوات يشبه عبد العزيز العروي تو. لا يحكي لك بالتفصيل ومعناتها كي تسمع حكايه عبد العزيز العروي غير ما تتفرج في المسلسل كي تسمع يحكي بركة تعيش فيها الحكايه هذيك. بالضبط رضا عبد الله، رضا عبد الله كده يقسم، انا عايش في العام 30 ثم يحوس بيا العام 40 عام 50 نسمع فيه حبيب امسيكا او نسمع في علي البريق، نسمع في معناتها ناس تغني ناس معناتها يعيشني الاجواء هذيك والعالم هذاك معناتها الفتره الزمنيه هذيك نعيشها. معناتها ما نعيش انا في الاغاني، مش نقول اغاني رابطه على الاقل ما عايشنيش الفتره هذه، اللي عايشني الفتره الزمنيه فهمتي، الفتره معناتها صار عليها زمان كبير ياسر. صحيح والله. أنا من هذا المنبر نوجه دعوة إلى سلطة الإشراف إن شاء الله لما يجي بالسلامة، وأنت يعني أيضا عنصر فاعل في هذا الميدان، أن نوثقوا له الأعمال نتاعو. علاش لا يعني الإنسان تونها آخر ندوة عملت هالأيام هي حول التثمين وتسجيل الأعمال وتسجيل يعني حقوق التأليف وحقوق الإبداع والمبدعين، وليش ما يسجلوش أعمالهم وكذا، علاش ما نبادروش نحن يا أستاذ رياض عبد الله كما قلت لك وكما قلت سيادتك عملة نادرة ولا يتكرر بصراحة، من المفروض نسجلوا له أعمال ونثمنوها ونخليوها في الذاكرة الوطنية التونسية. هذا كان نحبوا نخدموا ميدالنا بالحق، ما كنبداو باش نحافظوا على التسجيلات وعلى أثر كما اللي قاعد يقوم به سيدي عبد الله، واش خاص كريس موكلير وسلطات الإشراف ويهتموا يعني بنوعية العصر كما تيرف عبد الله باش يخليه ما تقول لصالح نحن كموسيقيين لصالح الباحثين كيف. ان شاء الله ان شاء الله. اذا نحن هنا وجهنا يعني دعوه الى سلطه الاشراف للاهتمام بهذا الجانب، هو وكثير من الفنانين المتميزين اللي عندهم يعني باع وعندهم يعني اسلوب خاص في شتى الميادين الموسيقيه. اذا خليك كلمه يعني النهايه، وانت باش تحب تسلم على القيروان، نعرفك تحب القيروان، بحذانا ضيف وصديق عزيز عليك انت الاستاذ مراد بشيري يحب يسلم عليك بحذايا. سي مراد صديقي انا ولا فرحت برشا كي شفتكم البارح في الحفل. يعيش الله يفرحك وربي يخليكم وربي يحفظكم. ربي يفضلك وان شاء الله سيريا يرجع لنا بالسلامه ان شاء الله. امين يا ربي ننتظروا في رجوعه نحن خير في مسلم. ونعرف هو الى جانب معناتها الاسلوب نتاعو الفريد حتى هو صاحب نكته اكيد اكيد خلى علينا بلاصه كبيره. يخلي بلاصه مش كلام، يخلي الوحش والله خلى علينا بلاصه اي مش كلام.
مشكلين. ربي يحفظكم وان شاء الله ربي يفضلك نجيب حداكم الخيروات ان شاء الله ونتشرف ونكون نعدي حتى سهريه بحداكم وش خاص ونوجه لك الدعوه ايضا من اذاعه الحياه اف ام انك تكون ايضا ان شاء الله ضيفنا ونحكيه باكثر اطناب ونعزفه تسمعنا شويه عزف ونحكيه بشويه يعني اريحيه وتكون ان شاء الله تلميذ ريف عبد الله نحن ذاك نحبه نحن كنا تلاميذته ودي حاجه تشرفني على الاخر متى صحيح بديت يعني دي دخلت اي لا لا, لا لا بالعكس انت خذيت الاسلوب نتاعو والناس كل يقولوها يعني المهتمين والاساتذه هو زاد عنده يحبك ياسر حتى قبل ما يمشي لامريكا يقول لي باش نمشي نسلم على صديقي الاستاذ وليد قبل ما نمشي ونقعد بحذاه وبعد نمشي ايه بصراحه صحيح قابلته وفرحت بيه وهو فرح بيا ربي يفضلك ربي يفضلك وربي يداوم عشرتكم وان شاء الله تشرفنا في اذاعتنا اذاعه الصحه بالقيروان. إذا مستمعينا الكرام نشكر صديقنا وليد سوسي على هذه المداخلة ونشكره أيضا على أنه يكون ضيفنا إن شاء الله في المرات القادمة ونواصل إن شاء الله الحديث على الفنان رياض عبدالله الذي اشتغل مع كثير من المطربين العرب وسنستمع في هذا الفاصل إن شاء الله إلى أغنية كل مرة لما وعدك الذي عزف فيها الأستاذ رياض عبدالله نحكي عليها بعد الفاصل بعد أن نستمع. حديث الروح برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ سفيان العماري يوم الجمعة من 8 إلى 10 على الحياة فام. وسهلا من جديد بجميع متابعينا الكرام أنتم في الاستماع إلى برنامجكم برنامج حديث الروح الذي تعودتم به في مثل هذه الحصة مثل اليوم نهار الجمعة إن شاء الله دائما 8 إلى 10 نستقبلوا دائما اتصالاتكم نستقبلوا ملاحظاتكم وإن شاء الله نطوروا أنفسنا وإن شاء الله ننالوا رضاكم وأعجابكم. حصة اليوم كما كنا قلنا هي خاصة بالفنان المبدع عازف الكمان الأول الأستاذ رياض عبدالله. حكينا مع الفنان وليد السوسي مع بعضنا نواصل الآن الحديث والاستماع بعد ما سمعنا أغنية الفنان سيد مكاوي اللي كنا نسمعه فيها تو. حبيت نقول لكم أنه الفنان سيد مكاوي لما استمع إلى الفنان رياض عبدالله لأنه الفنان سيد مكاوي لما اختار عناصر الفرقة الموسيقية التي تصاحبه سمعهم يعني كما قولوا نحن فردا فردا حتى ينتقي لأنه ما كانش حاجته مثلا بعدد كبير من العازفين فكان يعني يعمل على السمع سمع الأول الثاني الثالث الرابع لما سمع الفنان رياض عبدالله عجبه ويعني أبهر بنوعية العزف اللي يعزف فيها وقال قولته المشهورة قال مين الشيخ ده فالناس كل تلفتت قالوا له لا يا أستاذ سيد هذا مش شيخ هذا شاب عمره 25 سنة يعني في تلك الفترة نجم نقوله عام 76 عام 75 أو 76 لأنه الأستاذ رياض عبدالله من مواليد 1 ماي 1950 فلما قولوا عام 76 أو 75 هو السنة التي التحق بها في مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية كما نعرف هو الأستاذ عبد الله هو مدرس أو أستاذ تربية بدنية لكن هواية الموسيقى تغلبت على هواية الرياضة رياضة البدن عاشقها الفنان رياض عبد الله لكن رياضة الروح هي التي عاشقته والتي تغلبت عليه فاشتغل بميدان التدريب الرياضي وكان عندي الشرف أني درست عنده في مدرسة طارق بن زياد في القيروان وأطرني وفي نفس السنة اللي أنا أدرس فيها عام 76 انتقل إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية لما أبداه من تميز في العزف وفي يعني التميز بالعزف التونسي والعزف المصري الأصيل ولما سمعوا الفنان عاد قلنا الفنان سيد مكاوي قال قولته الشهيرة مين الشيخ ده قالوا له يا سيد يا أنت الشيخ لكن هذا يعني عازف صغير في السن شاب عمره 25 سنة فأثنى عليه وأعجب به وضمه إلى فرقته التي صاحبته في مسرح كارتاج وعزف معه هذه الأغنية كل مرة لما وعدك كنا نسمعه فيها والأرض بتتكلم عربي
يا حلاوة الدنيا يا حلاوة، الكثير من الأغاني الجميلة التي بقيت في ذاكرة الشعب التونسي. والحفلة كرتاج كانت يعني حفلة حلوة برشا وتابعها الكثير من الجمهور. الفنان رضا عبدالله تاريخه حافل، مسيرته يعني ما شاء الله غنية عن التعريف. لحن الكثير من الأغاني، دخل مهرجان الأغنية، خاض غمار المسابقات، كل ما يدخل إلى مسابقات إلا ويحصد الجوائز. عنده روح فنية وحس فني مرهف، لم يبخل على الشباب والمطربين التونسيين وأبناء القيروان وأبناء تونس. تعامل مع الفنانين أمثال صديقنا والذي أصبح يعني كرونيكور الحصة على طول معنا الأستاذ مراد بشير، ولحن له أعمال. خلي إخونا مراد هو اللي يحكي لنا عليها، نرحبوا به. أهلا وسهلا سي مراد. أهلا بيك خويا سفيان، وأهلا بإذاعة الجميلة إذاعة الحياة، حياة أفهم. أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك. إذا أنت معنا توا في هذه الفترة الطويلة وأصبحت يعني ابن الإذاعة وابن الحصة، ونحبوك يعني في كل موضوع نحكي فيه لأنك أنت ابن يعني الدومين كما يقولوا. تحكي لنا على تعاملك، وأول شيء ما نفش نطلب منك توا تحكي لنا على أعمال الفنية لرياض عبدالله التي جمعتكم أو جمعتكم مع بعضكم. به نحب تحكي لي على الأستاذ رياض عبدالله، الإنسان الشخص الطريف الطرافة الخفة الروح خفة الدم، علاقته الطيبة علاقته الجميلة بيعني الانتراج محيطه. نخليك الكلمة وبعدين تحكينا على أعمالك بعد فاصل الأذان اللي نخرج فيه بعد شوي. طب حكينا شوي على شخصية الأستاذ رياض عبدالله. والله يا سفيان بصراحة رياض أنت بكر تجبد على رياض، وأنا ما نعرفش بصراحة بكل صدق، خلى علي بلاصة كبيرة صحيح، وخلى علينا وي صديق وخويا الكبير وفنان. ورياض كل يوم نحب نشوفه، كل يوم نحب نراه، فهمتني؟ صحيح، خلى بلاصة كبيرة مع علي بكل صدق. تو هذا صحيح، لكن المستمعين ما يعرفوش رياض عبدالله، ايش تقول لهم على شخصيته؟ يقولوا انه طريف، يقولوا انه يعني عنده نكتة، احكي لنا على الجانب هذا. فما ناس ما يعرفوش رياض عبدالله محبوب الجماهير. ايوه، كل انسان يعرف رياض عن قريب او عن بعيد يحب رياض على روحه المرحة. ورياض يعني بلاستوخ خفيف الظل. إذا باش توصلنا الحديث على هذه النقطة بعد أن نرفع إلى مستمعينا الكرام أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القيروان وما جاورها، والرجاء من الأخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. حديث الروح، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ سفيان العماري، يوم الجمعة من 8 إلى 10 على الحياة فام. زهرة الحياة. إذا قبل الأذان كنا نتحدث حول مسيرة الفنان المبدع رياض عبدالله، وكنا نحكيه مع كرونيكور الحصة سي مراد على الأعمال وعلى رياض عبدالله الفنان الإنسان. إذا نحب نستقبل مع بعضنا زميلنا مراد ويواصل حديثه شوية على هذه الناحية أو هذا الجانب في الفنان رياض عبدالله. تفضل مراد. نرجع لأخونا رياض. أخونا رياض عازف من العازفين الكبار في العالم العربي، وعنده عدة صولات وجولات كما يقولوها في في مصر، في لبنان، في 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 فرنسا، مش زادة في الإسبانيا. يعني بريسك معناها رياض عبدالله فنان شامل. نعم. وأنا كانت لي معاها زوز أعمال من تلحين، وهو عندي الأغنية الأولى وأول مرة الأستاذ رياض عبدالله يكتب كلام. أيوة، كلماته هو، كلماته هو يعني على نمط رضا القلعي. على نمط رضا القلعي يكتب ولا. صحيح. الأغنية تقول لا تعاتبني ولا تصدق الحسات ولا تكذبني، شوقي غلبني صبرتي قلبي عليه ما يجاوبني. حلو. كلمات حلوة وتلحين زاد حلو ياسر. والأغنية الثانية كانت والله لو تقدر يا حبي، من كلمات الشاعر الكبير العربي سي المنصف لهيبي، دكتور مصر دكتور المنصف لهيبي، والألحان الأستاذ رياض عبدالله.
إذا عندك معاه ما شاء الله تجربة والحمد لله. تعلمت منه ياسر حوايج. إن شاء الله إن شاء الله تتواصل إن شاء الله يا ربي. وبصراحة إنسان فنان ملتزم أخلاق وخلق، وبصراحة يعني الإنسان يتعلم منه. صحيح. وبصراحة البلاد هذه رياض كارو معناها قيمته أكثر بصراحة، خاصة في الإعلام كما قال سي وليد أكاديمي، قال من المفروض رو يدرس رو يدور رو يدرس حق أنا إنسان في المستوى هذاك وفي الواحد من المفروض رو معناها، خاصة أنك التكريم اللي عملوا في لبنان في صحيح صحيح في تكريم سامي تكريم شوى ذكر الفنان الكبير سامي شوى صحيح. يعني من المفروض معناه كانت يستقبلوا الإعلام في المطار ويعملوا ندوات ويعملوا كذا كما استقبلوا في لبنان. يعني توا الأستاذ رياض معناه في لبنان معناها معروف، فكل المشي هذيك معناها فهمتني. يعني بصراحة قدموا له حتى كمانجد سامي شوى، قدموا هالو وقالوا له باش تعزف بها اللي ما عزف بها حتى حد، هذه حطوا هالو بين يديه. وذاك اللي شيء اللي ألم بصراحة والله يعرفوا قيمته. يعني وقوف في صالون المنارة هذه لازم تحكينا لها بحكم صديقتك أنت أول شيء بالأستاذ مصطفى مطلوب اللي هو يعني مدير صالون المنارة والكثير من العازفين الكبار، وبحكم يعني علاقتك بهم نحبك تحكينا على رحلته إلى صالون المنارة بعجالة. نعرف الوقت لا يتسع، لكن كل مرة نحكيه عليه إن شاء الله تريف تريف، كل مرة نأتيه على بعض الجوانب. الأستاذ رياض أبدع في صالون المنارة قدام معناها خيرة العازفين معناها في العالم العربي. أكيد معناها أكيد أنا شفته، هو سعد محمد حسن المرحوم أستاذ سعد محمد حسن. نعم. موجود فهمتني ولا، وموجود الأستاذ مصطفى كمال، أي الأستاذ أحمد مصطفى، أحمد مصطفى اللي عزف سلوم رسالة تحت الماء، رسالة تحت الماء. نعم العندليب الأزمر يعني. وكل مناسبة نحكي فيها أنا والأستاذ مصطفى وكذا، يقول لي الأستاذ رياض عبد الله يعني حاجة ما عادش تتعاود، وخلى انطباع يعني خلى انطباع كبير وانت معناها ومعناها وكانت له معناها تجربة بالنسبة ليهم هما، يعني ما كانوش يتصوروا فما في تونس عازفين بالقيمة هذيك. صحيح صحيح. خير الأستاذ إن شاء الله بعد قليل أخونا أيمن ليجا اللي هو في مسؤول عن الإخراج التقني بإذن الله باش يحط لنا جزء من مشاركة الأستاذ رياض عبد الله في صالون المنارة، كانوا يعني محاضر هنا إن شاء الله سنستمع إليه، وتحية إلى أخونا أيمن بالمناسبة. تواصل تفضل سي مراد. الأستاذ رياض إن شاء الله يا رب إن شاء الله يرجع بحذانا عن قريب إن شاء الله فهمتني ولا. صحيح. ومن المفروض بصراحة أنا ديما نقول هالو ونقول له معناها العباد جاتك من أمريكا باش تستنفع بيك، يعني المشارقة جاوه من أمريكا فهمتني ولا، وضحاوا وقعدوا لهنا فهمتني ولا. هذه حكي لنا اسمعنا أنت، يعني هي شوفت أنا نحب نوصل المعلومة لجميع مستمعينا، قالوا لنا أنه فما عازف جاء من أمريكا ومكث طويل، يعني قعد برشا لهنا في تونس، عاد سنة كاملة هنا في تونس. كيفاش تسمع هذه؟ نحب نفهموها الحكاية هذه. عازف من أمريكا يعني عربي هو، يعني عربي هو أصوله سورية، عنده معناها الجنسية الأمريكية. تحية ليه الأستاذ زهير بدوي. زهير بدوي تحية ليه. عازف جميل ممتاز. أي. نعم أيوه. وحصل لي شرف وتعرفت عليه زادة لنا أستاذ. نعم. زهير معناه إنسان زادة مستوى عالي، الدكتور طبيب. نعم يعني. نعم طبيب معناه سيب الخدمة وسيب كل شيء وجاء لهنا، لقى الحاجة اللي لوج عليها والعزف والنوعية العزف هذاك لقى عند الأستاذ رياض عبد الله. جاء قعد عام لهنا في تونس في ضيافة الأستاذ نعم. وكي روح الأستاذ زهير رجع على أمريكا ودرى شنو، عمل جملتين شفتوا الفيديو، عمل جملتين من اسلوب نتاع الاستاذ رياض عبد الله، كانك تسمع في الاستاذ رياض عبد الله. اي جملتين يعني مشو بالضبط بين يقلد فيه يعني تقليد الاستاذ رياض. وموجود الاستاذ فارس كرم الفنان الكبير فارس كرم في تلك اللحظه، في تلك اللحظه هذه. أيوة. يعني قام باسر زهير قال له مالي يا أستاذ لو كان تسمع يعني العازف الأصلي اللي تعلمت عليه وكذا، هذي قبيل رحلته يعني عاد الأستاذ رياض يستنى فيه معنا فنانين كبار معنا في أمريكا معناها فهمتني شو تعمل معاهم وهذيك
والله هنيئا لأمريكا، هنيئا لينا تونس، هذاك ابن تونس، وهنيئا القيروان بهذه القامة. ونحن مشكلتنا نعرف قيمة أبنائنا لما يخرجوا البرة. أيوة. لكن نحن إن شاء الله يرجعنا الأستاذ بالسلامة ونفرحوا به، وكما وعدنا يعني أستاذ وليد السوسي أنه إن شاء الله في دار البارون دي رونجي يبرمجوا له بعض التسجيلات بوركوا با. إذا الدكتور يعني الدكتور منذر العياري من باريس من السوربون يتصل به يضبط معه موعد ويعمل معه تسجيلات في المعهد العالي للموسيقى، شنو معناه؟ زعما ما يعرفش؟ أكيد يعني دكاترة إعلاميين ويعني أكاديميين كبار يعرفوا قيمته إن شاء الله. نحن والآخر مرة كي استضفنا الأستاذ بشير السالمي معناه يحكي على الرياض، قالك معناه من العازفين القليل في العالم العربي، معناه من المفروض بصراحة فلتة فلتة من فلتات الظهر هذي محدودين نحن اللي سمعناه وعصرناه ونسمعوا فيه وخدمنا معاه، فهمتوا؟ وأنا واحد من الناس محظوظ وحصل لي شرف اللي عمل لي زوز أعمال معناها من تلحين، وهو واحدة كلمات وألحانه واحدة من ألحان هو وكلمة الدكتور المنصف الوهيبي. أيوة. بصراحة معناها شرف كبير. الحمد لله، يعني إن شاء الله نحن مبرمجين أن نعملوله نفردوه بحلقات، لأنه مسيرة الأستاذ الفنان غير عبد الله لا تنحصر ولا يمكن الحديث عنها في حلقة أو اثنين أو ثلاثة. ونحب إن شاء الله تتيسر الأمور نعملوله حلقات يعني مبوبة حسب الإطار الزمني، يعني منذ نعومة أظفاره من اللي بدأ يتعلم ثم كيفاش انتقل، يعني من تعلم آلة الناي اللي هو بدأ بآلة الناي ثم آلة الكمانجة ثم يعني مرحلة الدراسة ثم مرحلة يعني الشبيبة المدرسية واللجنة الثقافية ودراسته للرياضة ثم تخرجه من معهد الرياضة والتحاق بالفرقة الشبيبة المدرسية وفرقة القيروان ثم انتقاله إلى تونس، يعني عنده مرحلة كبيرة ما شاء الله، ثم العودة إلى القيروان ثم الانتقال ما شاء الله إلى العزف مع كبار المطربين مثل سيد مكاوي مثل سباح فخري مثل نجد الصغيرة وديع الصافي، كنا قد نتكلموا ما شاء الله مع يعني الأسماء الكبار كل عزف معهم، رولي عزف مع الحق سعد محمد حسن ألذ عازف، يعني من ألذ العازفين ممكن تسمعهم، ومش هذا أنه عزف معهم فقط، قد يعزف معهم إنسان عادي لكن أثار الانتباه وأثار يعني الإعجاب، حظي بإعجاب كبار العازفين، وهذا يعني شيء وقيمة ثابتة بينصير شيء شرفنا. ونتمناه أيضا أن يرجع لنا بالسلامة ونعملوا معها جلسات أخرى وتسجيلات جميلة ونسمعوه. ومن صالون المنارة من مصر نحب نهديه لمستمعينا الكرام هذه المقتطفات التي عزفها في قلب القاهرة، فاستمعوا معنا إن شاء الله تنال إعجابكم. حديث الروح برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ سفيان العماري، يوم الجمعة من 8 إلى 10 على الحياة فام. ما تنجمش تتصور الدوسات هذه اللي تسمعوا فيها توا، ما تنجمش تتصور رد فعل المصريين لما سمعوا هذه اللغة، لغة العزف هذه مفقودة كما قال خويا وليد السويسي من تونس، شقال في العالم العربي كله، يعني خليني أقولها أنا بكل تجرد وبكل بساطة وبدون تعصب لا للقيروان ولا لتونس، الدوسات هذه وراهم مشيت على روحها مع سامي الشور، مشيت مع أحمد الحفناوي، مشيت مع عماليها، وتوى عند الأستاذ رياض عبدل، ربي يحميه ربي يفضله ربي يخليه لتونس. وشو يعني أنتم إن شاء الله تسعفنا الأوقات باش نسمعوكم من هو رياض عبدالله للناس اللي ما تعرفوش والناس تسمع به. نحب نقولوا له أستاذ رياض راك تكتشف قروسنا، أستاذ رياض راك أستاذنا، راك أستاذ الجميع، كل من تحدثه نفسه بأن يسمع الكمانجة لابد أن يقف احتراما وإجلالا للأستاذ رياض عبدالله. نقول له إن شاء الله جينا بالسلامة وإن شاء الله تقعد معنا في الاستوديو ذايا ونكمل ونحكيه وإن شاء الله نستمتعوا بيك، وربي يطول عمرك وربي فضلك وترجع لنا بالسلامة خويا مراد. أيوة. تحية الأستاذ رياض عبد الله، نقفل عليها الحصة. تحية لخويا وصديقي وأستاذي الكبير الفنان. نعم. رياض عبد الله، وربي إن شاء الله يرجع على خير إن شاء الله يا رب. شكرا. إذن مستمعينا الكرام أحباء هذا البرنامج حديث الروح اللي حبيتوه وعشقتوه، وإن شاء الله نكونوا في مستوى إعجابكم، ونقول لكم تصبحوا على خير
وليلتكم زينة، وخليكم على هذه التقاسيم من أنامل الفنان رياض عبد الله. باي باي. للفن عنوان، حديث الروح، برنامج فني ثقافي يهتم بأثر المبدع والفنان في كل مكان وزمان. حديث الروح، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ سفيان العماري، يوم الجمعة من 8 إلى 10 على الحياة فام. حديث الروح.